اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الله، انظروا إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم. يسوع المسيح هو هو أمس واليوم وإلى الأبد. لا تساق بتعاليم متنوعة وغريبة، لأنه حسنا أن يثبت القلب بالنعمة لا بأطعمة لم ينتفع بها الذين تعاطوها. متابعينا، نجعل من قلوبنا جسور نمدها من قناة القيامة لتصل كل مدينة ودار، وفي لقائنا ننثر الورد والأزهار ونعطر قلوب المنضمين إلينا لنصوغ الكلمات بمحبة وإيمان. متابعينا الأكارم، نبدأ معكم حلقة جديدة من برنامج فتمثلوا بإيمانهم. اليوم سنتكلم عن بلدة القوش الجزء الثالث. ضيفي من ميشيغان الولايات المتحدة الأمريكية الأستاذ مسعود صنع. يا أهلا وسهلا بأستاذ مسعود. أهلا وسهلا، شكرا لقناة القيامة ولمشاهديها الأعزاء. أهلا وسهلا بالست جنان إعلامية متميزة، وشكرا للمخرج داني عسكر. شكرا جزيلا لقبول دعوتنا أستاذي العزيز، خاصة نحن اليوم بالجزء الثالث عن بلدة القوش العريقة اللي بيها كثير من المواقع الجميلة والأمور اللي نفتخر بيها. اليوم سوف نتكلم عن دير الرهبان هرمس ودير السيدة حافظة الزروع. طبعا ما شاء الله بلدة القوش بها ديرين، لا واحد، اثنين، فلهذا نريد نتعرف على دير ربان هرمس، دير السيدة، من الموقع، المنشأ، من كان المؤسس، وأمور كثيرة، المراحل اللي مروا بها هذان الديران. فنبدأ من دير ربان هرمس، موقعه والمصادر اللي حتستخدمها اليوم أستاذ مسعود ما هي؟ قبل ما نتكلم عن دير ربان هرمس، اعتمدت على عدة مصادر. أولا أثر قديم في العراق للعلامة غورغيس عواد، من ذخيرة الأذان القس بطرس نصري، وعندي كتابين، الأول كلدان القرن العشرين للأب الدكتور حنا شيخو، وكتاب الأخر القوش دراسة أنثروبولوجية للمهندس البحري حبيب يوسف تون. موقع دير ربان هرمس. يقع دير ربان هرمس في الشمال الشرقي من بلدة القوش، ويسمى الجبل في جبل بيت عغراي المسمى جبل القوش، وهذا الجبل هو من سلسلة جبال قردو. يبعد الدير عن القوش 50 دقيقة مشيا، والدير بناء فخم محاط بجبال شاهقة من جميع أطرافه. يقع على ارتفاع 815 متر عن سطح البحر، وهو كالنسر ناشرا جناحيه على اليمين وعلى اليسار. فواجهة الدير على شكل رأس النسر، ويمثل الكنيسة جناحي الدير تمثل صوامع الرهبان على اليمين وعلى اليسار. الدير يقع على خط، هسه ناخذ الجغرافية، الدير يقع على خط طول 43 درجة و7 دقائق شرقا، وعلى خط عرض 36 درجة و42 دقيقة شمالا. مناخ الدير، بما أن الدير يعلو 2700 قدم على سطح البحر، لهذا السبب تكون درجة حرارته صيفا منخفضة، فلا ترتفع أيام الصيف أكثر من 25 درجة. إذن الموجود دير مار هرمس يحس الجو طيب بارد نقي، لأنه هو موجود على قمة جبلية، تمام؟ فأستاذ مسعود، حاليا هذا الدير اللي يريد يروح يزوره، أكو طريق معبد للذهاب إلى الدير؟ طريق دير ربان هرمس طريقين. الطريق الأول معبد، يخرج من القوش جهة الشرق، يمر بدير السيدة، ثم يأخذ صعودا إلى دير ربان هرمس، إلى نهاية، إلى بداية الدرج أو بداية باب الدير ربان هرمس. هذا بالسيارة. أما مشيا
سابقا أتكلم، يعني أنا كنت واحد من الذين يذهبون إلى شيرة ربان هرمز مشيا على الأقدام، نخرج من القوش إلى دير ربان هرمز 50 دقيقة، نوصل 50 دقيقة مشيا. طبعا نخرج من القوش مع سفح الجبل نمشي، ثم تأتي الطريق فدخول الجلي. فأنا أريد بس أوصف الجلي لأن أنا شايفها في سنة 1961 في طريق الصعود إلى دير ربان هرمز، وادي واسع وعريض تحيطه الجبال من كل الجهات إلا من الجنوب، فهو طريق الصعود إلى الدير ينبت في الوادي. الآن هذا الوصف كثير من الناس ما شايفيه، لكن الأشخاص اللي بعمري وأكبر شايفي هذا الوصف اللي راح أقول. ينبت في الوادي العريض جلي دير ربان هرمز الأشجار المتنوعة مثل شجر اللوز والبطم، حبة القضرة والبلوط والتين والطاووق والزيتون والصلمة والسقيلة، هذا عدا الحشائش والنباتات والورود، منها شقائق النعمان والقرنفل البري والنفلة والخزام، الخزام يعني كالوزنق نسميها، والخطمية يعني أريتا والسوس والنرجس والبابونج والصمرنة، هذه من والباسور والشكرتة والصفرة زعتر بري والحندقوقة، وتعيش فيه في قلي دير ربانور، تعيش فيه من الحيوانات الثعالب والأرانب وتيس الجبل والدعلج، ومن الطيور العندليب والحجل والقبج والحمام والخطاف، هذا عدا عن الطيور الجارحة مثل النسر والصقر والبوم والباشر والغراب والعقاب. هذه عندما يمر الإنسان في جلي دير ربان هرمز، أول ما يدخل الجلي بعد ما يشوف دير ربان هرمز إلى أن يوصل لدير ربان هرمز، لأن هذه الأشجار وهذه الحشائش خاصة الأشجار هي على ملء الجلي، يعني وحدة دير ربان هرمز واسعة جدا كانت كلها أشجار من هذه اللي ذكرتها الآن. أستاذ مسعود، هل الأشجار لحد الآن موجودة؟ لا. نعم، الأشجار هذه هي كانت موجودة إلى سنة 1963 بعد حدوث حوادث الشمال، يعني حركة كردستان، فهجر يعني رئيس الدير، يعني الرهبان ورئيس الدير والقسان كلهم نزلوا إلى دير السيدة، فبقى دير ربان هرمز فارغ كل هو والآثاث والأشياء الثمينة والمكتبة كلها بقت في دير ربان هرمز. كانوا يأتون في الليل من اليزيدية والإكراد يقطعون هذه الأشجار ويذهبون إلى يعني إلى قراهم، لأن كانت في ذلك الوقت كان ممنوع تزويد أهالي القرى والأرياف اللي تقع في سفح الجبل وفي خلف الجبل، ممنوع أن يزودون بالنفط، فكانوا يشعلون هذه القشرة. خلال سنة سنة ونص خلصت هاي الأشجار اللي ذكرتها اللي كانت هي كثيرة جدا وكبيرة. أستاذ مسعود، أي من الديرين هو الأقدم، دير ربان هرمز أم دير السيدة حافظة الزروع؟ لا، دير ربان هرمز هو دير قديم. نعم، في القرن السادس الميلادي بني هذا الدير بعد مجيء الربان هرمز، بعدين نتحدث عنها الآن. نوصف العفو، قبل ما نوصل إلى البنيان، دائما نعرف الأديرة القديمة يكون بها كثير من القلايات من الرهبان، فدير ربان هرمز به قلايات لحد الآن موجودة؟ هل تسكن لحد الآن أم صارت بس أطلال؟ نعم، أهم ما يميز دير ربان هرمز هي الصوامع والقلايات. كان عدد الصوامع في القديم، بدون ذكر التاريخ لأنه القديم، 400 صومعة وقلايات، 400. كلها 400 كلها محفورة في الجبل. هذا ما ذكره الأب البير أبون ويوسف والدكتور يوسف حمدي. والآن طبعا هاي 400 كانت مسكونة من الرهبان، أما الآن فباقي منها 40 صومعة وغير مسكونة داخل الدير وخارج الدير. نعم، حسب علمك أستاذ مسعود،
الرهبان اللي كانوا ساكنين بالدير هم فقط كانوا من أهالي بلدة القوش أم من البلدات الأخرى أيضا؟ دير الرهبان هرمز هو مشهور ليس داخل العراق في القرى والبلدات المسيحية، ولكن عالميا حتى خارج العراق أنه دير الرهبان هرمز معروف ومشهور، أولا بسبب موقعه، ثانيا بسبب قدمه، ثالثا بسبب الحوادث التي طالت هذا الدير. بعدين راح نتحدث عن الحوادث. أكيد. نعم. نعم. اتفضل. والأشهر فيها في هذه القلايات والصوامع هي قلاية الطعام، يعني غرفة الطعام أو صومعة الطعام، فهي محفورة داخل الجبل، طولها 40 قدم وعرضها 20 قدما يعني فيتا، وارتفاعها 15 فيت يعني قدم، وهي منقورة في الجبل تحت غرفة الرئيس، وهي تتسع 100 راهب وقت الطعام. هذه القلاية المشهورة، يعني أنا داخل فيها، يعني طولها كلها محفورة حفر بالجبل. نعم. بعدين أكو قلاية أخرى مشهورة هي قلاية 40 درجة، أكو قلاية يعني صومعة هم محفورة بالجبل، والصعود عليها لازم نصعد 40 درجة نعدها، يعني نعد 1، 2، 3 إلى 40 درجة يلا نوصل على ذيك القلاية. نعم. أستاذ مسعود، كتوضيح لجمهور قناة القيامة، من تنستخدم عبارة قلاية اللي هي غرفة، تمام؟ نعم. غرفة محفورة في داخل جبل. داخل جبل. نعم. نتمنى نعم. تفضل. نتمنى تنطينا وصف دقيق لبنيان هذا الدير، الغرف الموجودة به، الكنيسة الموجودة بها، هل يوجد مقبرة في الدير أم لا؟ نعم. دير الرهبان هرمز بناء فخم، يعني لو نشاهده في الصورة يبين بناء ضخم. لو ذهبنا إليه ونتجول في الكنيسة وقبر الرهبان هرمز والهياكل الموجودة والمقبرة اللي فيها وغرفة الرئيس والبناء على جانبي الدير من اليمين ومن الشمال، هذه كلها تظهر للرائي. يعني أجيب ليش مثال، قبة مقدمة الدير قلاية الرئيس، أكو غرفة الرئيس في الديوان، غرفة خاصة، يعني هذا أولا أول ما نصعد إلى الدير يأتي على جهة اليسار بناء عالي على الحجر، هذا فيه غرفتين، وفي الداخل إيوان، هذا الإيوان على يمينه غرفة وعلى يساره يعني على الغرب غرفة، هاي الغرفة على اليسار هي غرفة الرئيس، يعني رئيس الدير كان يجلس هناك منذ بداية التاريخ، كان الرئيس يجلس. فلو نظرنا، لو دخلنا إلى هذه الغرفة فيه كوة، هذه الكوة لو نظرت من نافذة الغرفة يعني من هذه الكوة يكون قد أشرفت على الوادي العميق، يعني نرى من هذه الغرفة الكوة فيه كوة، ننظر إلى الوادي الدير كل الوادي تراه أمام هذا الدير، وإذا نظرت أبعد من ذلك وجدنا أمامنا بناية الدير السيد، وإذا نظرنا إلى أبعد من ذلك نرى السهول والوديان التي تزرع بالحنطة والشعير، وإذا نظرنا إلى جهة الجنوب الشرقي من خلال الكوة نرى جبل مقلوب، يعني جبل مقلوب بعيد، ونرى جبل بحشيقة. هذا يعني هذه الغرفة، بناء هذه الغرفة فتشي متميز في الدير رهبان، لا يوجد أي دير أعتقد في العراق أو في أماكن أخرى مبني بهذا الشكل. في الديوان، ديوان يعني بين فيه مصاطب للجلوس، فيه رسم للأفعى، الأفعى يدل على الحكمة والتعقل، هذا في الديوان. بعدين وفي الإيوان، هذا الديوان هو إيوان يعني على السطح على الواجهة ماله مزين، هذا الإيوان بنسر وأسد وثعبان، وهذه الرسوم مرسومة سنة 1867
أو 7 أو 6. نعم. هذه بالنسبة لبناية الدير. أما للكنيسة فنذهب شرقا وندخل إلى الكنيسة. قبل ما ندخل الكنيسة أكو فناء ساحة 50 متر مربع، يعني كبيرة، 50 متر طول وعرض، 50 متر مربع. ندخل إلى الكنيسة نرى هيكل كبير، على جهة الشرق هيكل آخر، لا في نعم على هيكل ثاني. هذا الهيكل فيه صورة الربان هرمز وفيه سلسلة حديدية كان في السابق منذ بداية القرون الوسطى، أنه كانت مبنية هذه السلسلة، هي سلسلة الربان هرمز. يعني هذه السلسلة كان أكثر من الناس اللي فيهم أمراض نفسية، أمراض عضلية، أمراض عقم، وخاصة عند النساء كانوا يأتون إلى دار ربان هرمز ويطلبون من الربان هرمز، يعني يطلبون شفاعته في امتلاكهم للولد أو للبنت. هذا أكو حادثة مشهورة في هذه الدير خاصة بالسلسلة. كان أمير الموصل اسمه عقبة بن عتبة السلمي، هذا أمير مسلم يعني أمير مثل المحافظة. ابنه صار مريض، فأهل الموصل وصفوا له، قالوا لك دير في منطقة القوش، تروح تودي ابنك هناك يشدوا ليلة واحدة بهذه السلسلة الحديدية وراح يطيب. فهذا يعني كان محرج، يعني عرف أنه ابنه ما راح يطيب، فحاول كل المحاولات، فإجى لدير ربان هرمز وبقى ليلة هناك وشدوا ابنه بالسلسلة وطاب. ثاني يوم طاب، فأمير الموصل من نزل نزلوا ابنه للموصل وشافه طاب ابنه، قال هذا الدير يبنى على حسابي أنا، فتبرع ببناء الدير، يعني ترميم. لترميم أو بناء بقى على حساب الدير، يعني بحساب الرجل هذا عقبة. لحد الآن موجودة هالسلاسل أستاذ؟ نعم لحد الآن هذه السلسلة موجودة نفس المكان. نفس المكان، بس هسه إحنا من أي واحد يصعد لدار ربان هرمز يروح يدخل إلى الكنيسة يخلي السلسلة بيدة فدع 5 دقائق دقيقتين ويشعل نذور شموع ويطلع يذب، يعني نذر بعلانات ويطلع. نعم. هل يوجد في الدير مقبرة؟ نعم، الكنيسة يعني المقبرة هي في الكنيسة. الكنيسة متكونة من عدة هياكل، وفيها من الجهة الشمالية الشرقية هيكل آخر يؤدي إلى قبر الربان هرمز ويسمى بخشوك، وهذا الهيكل مبني في زمن الربان هرمز وفيه 4 صلبان تختلف عن بعضها، يعني كل صليب شكل. مقبرة هذه هناك في هيكل آخر صغير، هناك مقبرة للبطارقة من بيت أبونا الذين كانوا بطارقة في القوش، يعني القوشية هم بطارقة، فعندما يتوفى البطريرك يؤخذ إلى دير الربان هرمز ويدفن هناك. هسه الآن لو ندخل إلى ذلك الهيكل الصغير نرى لكل بطريرك قطعة رخامية مكتوب عليها تاريخ بالعربي والإنجليزي والفرنسي، والعفو بالعرب بالسولة والإنجليزي والفرنسي، بالعربي ما مكتوب. 9 بطارقة وآخر هم 10، الأخ يسمى ناطر كرسي. ناطر كرسي يعني مثل ولي العهد، منتظر لما يموت الباتريارك فهو يصير باتريارك، بس هو توفى قبل الباتريارك فدفنوه هناك. نعم. أستاذ العزيز تكلمت على بخشوكة، تمام؟ وبيها 4 صلبان مختلفة. نعم. فليش 4 صلبان مختلفة؟ يعني هم يعني ما تعرف السبب؟ لا سبب، لا هو بس يعني لأنه قبر الربان هرمز، فيمل كان يجي كان يسوي فتحفة هناك، فكل واحد سوى تحفة على شكل صليب، هذا الصليب اختلف عن اللام. نعم. أنا هذا تصوري عليه، ما مكتوب ليش السبب. حضرتك زاير هذا المكان، تمام؟ نعم، وكثير من المرات. هل صلبان، هل هي صلبان شرقية كرسوم؟ نعم شرقية. نعم صلبان شرقية. لحد الآن هل أماكن مفتوحة للزيارة، الناس تقدر تروح وتزور وتتشفع؟
نعم نعم، دير ربان هرمز مفتوح الآن حديثا بعد 2003 يمكن 2006 2007. نعم. فبنوا في مدخل الجلي، بنوا مثل القنطرة كبيرة ذات طاقين، طاق الأول والطاق الثاني بالضبط بصف كاف سموقة، يعني الكاف الأحمر. أستاذ العزيز، نعم، أريد نتعرف الآن على معالم دير الربان هرمز وأيضا مصادر المياه، لأن كان بها بحدود 400 قلاية، يعني بها عدد كبير من الرهبان. إيش كانوا يشربون؟ مصادر الأكل مالتهم كيف كانوا يقضون يعني حياتهم هناك؟ أريد تفاصيل أكثر على هذا الموضوع. نعم، أولا نتكلم على كيف كانوا يشربون الماء. يعني حقيقة كانوا 400 راهب، أو في الأخير صاروا 40، صاروا 50، صاروا 30. حتى هذا العدد يعني يحتاج إلى المياه، وخاصة في الصيف. صحيح. فدير الربان هرمز لكثرة الرهبان هناك، وكانوا كلهم ناظرين نفسهم، يعني يجلس في صومعته يصلي، وأي عمل أو أي شيء يحتاج الدير فهم يقومون بهذا العمل. ففي الدير صهريج كبير. هذا الصهريج بدايته يعني الفتحة ماله هو يمكن مترتين، لكن كلما ينزل، كلما يحفر تحت الأرض، يعني مو تحت الأرض، هو في الجبل، بس مبينة بالنسبة لبناء الدير هو تحت الأرض، يعني يحفر في الحجر، يحفر في الجبل. نهاية هذا الصهريج طوله، يعني طول قطر ماله، لأن هو دائري، قطر ماله 14 متر، يعني كبير جدا، يعني يخزن الماء فيه. فمنين يخزنون الماء؟ فقلي دير ربان هرمز هو قلي مستقيم، وهذه الاستقامة أعطت زخم قوي بالنسبة للأمطار. كل الأمطار في الشتاء تجي، فالرهبان يعني رئيس الدير والرهبان مسوين مجرى خاص، مجاري خاصة على الجبل، فتجي هذه المجاري مياه الأمطار تنزل، يعني تحفظ في هذا الصهريج. هذا واحد الأكبر، يعني لو نتصور أنه 14 متر القطر ماله هواية. بعدين أكو صهاريج أخرى، أكو آبار أخرى، كلها محفورة حفر في الحجر، يعني حفر في الجبل ويحفظون المياه بها. أما من وقت الصيف من يحتاجون المي، فعندهم يعني سلة ويشدوها بالحبل وينزلون ويصعدون الماء، مثل الدولة نسميها بالسود دول. نعم. هذه بالنسبة للمياه. أما معالم دير ربان هرمز، أكو كعيون مثل عين القديس، نسميها عين القديشة، بالضبط قبل ما نوصل للدير على جهة اليمين هناك كهف. هذا الكهف بمي، مي للشرب، مي كثير، يعني هواية مي صيفا وشتاء، سمى عين القديس، يعني عين القديس. بعدين أكو هناك مي تقريبا شبه معدني، هذا المي حتى يعني أكو ناس يأخذوه حتى يشفون لبعض القضايا الجلدية، سمى مغارة البارود، عين البارود. نعم. هذه المعالم المهمة. بعدين أكو معلم آخر في الدير، أكو طريق خاص بالجبل من دير من السهريج الجوة، يعني من بداية دخولنا إلى قلي الدير يصعد الطريق بالجبل، الطريق ميسم يسمى أرخ التشوبة. بعدين على جهة الغرب أكو مصلى، يعني مكان سموها صلوث التلخشناي. إيش معنى صلوث التلخشناي؟ التلخشناي هي تلخش، هي قرية على جهة اليسار، على جهة الغرب من الدير. هذه سابقا كان سكانها مسيحيين. بعدين على غرب الدير ربان هرمز أكو دير آخر، هذا الدير كبير يسمى دير البسقي، دير كبير كان يسكنه الرهبان والقسان في زمن الأنبا جبرائيل دمو، في زمن الربان هرمز. لكن هذا الدير كان يختلف عقائديا مع دير ربان هرمز، ولهذا صارت عدة مشاكل
فيما بينهم في فترات مختلفة من الزمن. يعني كانت أمور غير عادية بين هذا الدير وذاك الدير، لكن ذاك الدير اندثر وانتهى، لكن دير ربان هرمز باقي لحد الآن. أستاذ مسعود، مصادر رزق الرهبان ما هي؟ كان عندهم بساتين، إيش كان عندهم؟ إيش كانوا يسوون؟ نعم، الرهبان هرمز يعني دير الرهبان هرمز. نعم. العدد الكثير من الرهبان والقسام الذين كانوا يعيشون في هذه الصوامع، وصباحا يذهبون إلى الكنيسة ليصلون، بعدها كانوا يعملون. يعني يومية تشكل خلية عمل تنزل، إما قسم منهم يصعدون خلف الدير خلف الجبل، عندهم بستان، هذا البستان واسع جدا، تزرع فيه في أنواع من الأشجار، أشجار التين، مجموعة من أشجار التين، مجموعة من أشجار الكمثرى، مجموعة وكثير من العنب، وكثير كل الفواكه الموجودة في مناطق الجبلية كانت تزرع في هذا. هذه تحتاج إلى رعاية، فكانوا الرهبان يصعدون هناك. اثنين، دير رهبان هرمز كان يمتلك ولحد الآن يمتلك 3000 دونم زراعي في عقار القوش، مع عقار القوش. أولا، قرية الشرفية هي القرية و الأراضي الزراعية هم ملك للدير، للدير رهبان هرمز. بعدين عندنا قرية البندوايا، قرية بندوايا بها نهر يجري، فهذه كانت تزرع سقي وتزرع ديمي. هذه القرية هي القرية والأراضي الزراعية هي ملك للدير الرهبان هرمز. هذه كل ما كانت يعني يستثمرها الرهبان، يعملون يزرعون يحصدون، يزرعون في الصيف في بندوايا كانت عدة بساتين، هم نفس الشيء، مزروعة بأشجار التين والرمان والتفاح، وهذه المحصول كان يجنى ويباع، ويعني الثمن ماله يأخذه دير رهبان هرمز ويصرفه على الرهبان. وبعدين أكو قرية أخرى، قرية اسمها بيبوزي، شرق غرب غرب قرية بندوايا. هذه دير رهبان هرمز يمتلك نصف هذه القرية، وقرية أخرى قرية أخرى اسمها هسا خلي أتذكر اسمها، يعني القرية قرية أخرى هي هم نصفها ملك خاز وخرماش، لا بندوايا، لا بعد بندوايا شرفية، شرفية قلناها شرفية على كل من تجي ببالي راح أقول لك فيها. أكو هذاني القيعان مالت الكيف، ها وأكو قرية، أكو بعويزة اسمها منطقة، هي 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 بلدة هسه صارت، بس كانت قرية. هذه القرية كذلك لدير الرهبان هرمز، له دير الرهبان هرمز يمتلك أراضي زراعية فيه، ولحد الآن يعني هي ملك، حد الآن هي ملك لدير الرهبان هرمز. نعم، ها قصروك هذه القرية اسمها قصروك. نعم. أين موجودة؟ هاي بالضبط بصف قرية، هاي القرية الأولى يعني غرب بندواي، غرب بندواي. لحد الآن هاي الأراضي هي تابعة للدير، ومثلاً الدير يجي لها وارد من هالأراضي. نعم. أستاذ؟ نعم نعم نعم. أولاً قرية الشرفية فيها تقريباً مع عقار القوش، أكو أراضي مع القوشية. نعم. يعني متبرعينها للدير سابقا، مو هسه، يعني في يعني الزمن الماضي كان مثلا الانسان الغني او انسان مثلا امراه ارمله تمتلك اراضي وما عدا احد يورثها، فكانت تتبرع بهذه الارض الى دير رهبان هرمز، فجمع بين عقار القوش وعقار الشرفيه
وعقار مال بندوايا 3000 إلى 3500 دون. نعم هذه كلها ملك لدير الربان هرمز، والآن طبعا إدارته هي في دير السيدة، نفس الشيء دير السيدة ودير الربان هرمز هي نفس الإدارة ونفس الملكية. نعم نتمنى الآن نتعرف على هذا القديس، القديس مار هرمز، من أين أتى؟ ليش اختار بلدة القوش بالتحديد وعلى هالمنطقة لبناء هذا الدير؟ نعم الربان هرمز ولد الربان هرمز في أواخر القرن السادس الميلادي في بيت لاباط، يعني منطقة هي قرية لاباط من مقاطعة الأهواز في إيران. والده اسمه يوسف وأمه تقلة. بلغ 12 دخل المدرسة فحفظ المزامير والعهد الجديد عمره 12 سنة. عندما بلغ 20 تحركت الدواخل للانقطاع عن العالم وزار الأراضي المقدسة، التقى في الأراضي المقدسة، التقى هناك عدد من الرهبان. ذهب إلى دير برعيته، هذا كله مختصر ده أكيد. نعم. برعيته هو في سيناء، عاش في دير، بعدين طلع من دير برعيته وين إجا؟ إجا للعراق، إجا للعراق في جبل الألفاف. جبل الألفاف يعني هو جبل أين هو؟ دير مارمتي الآن. دير مارمتي هذا الجبل يسموه جبل الألفاف. نعم. التقى هناك في عدد من الرهبان، وجاء خرج هناك يعني بسبب إيمانه القوي، قال إحنا ما يصير كلنا نبقى بدير واحد، لازم نذهب إلى أماكن أخرى ونأسس دير حتى تأتي الناس ويعني تنظر نفسها للصلاة والصوم والصلاة. فخرج من جبل الألفاف هو والأب إبراهام اسمه، هم من إيران اسمه، هو هم فارسي. خرج وين؟ إلى جبل بيث عذري. بيث عذري يعني جبل القوش، منطقة بيث عذرة. نعم. فبقوا وين؟ اختاروا فد مكان صعب جدا، وتعرفين قبل يعني بوقت القرن السادس ميلادي جبل القوش كان كله أشجار، كله نباتات، كله حيوانات. فإجا إلى كهف أو إلى صومعة، يعني كهف عادي، فاستقر هناك هو والأب أبراهام. الراهب هرمز سكن في قلي قرب القوش، يعني هذا القلي اللي نسميه قلي دير ربان هرمز في صومعة. أما الأب إبراهيم ذهب إلى قرية بطنايا وأسس دير مار أوراها في بطنايا لربان هرمز كرامات بإيمانه، عمل على شفاء اللي حجيناها، وكان بنى الدير على حساب ذاك الأمير في سنة 46 في زمن الباترياركي إيشو عيام. انتقل الدير، بعدين راح أجي على هذه، انتقل الدير سنة 1714 إلى الكنيسة الكلداني. نعم. ليش استاذ قبلها؟ نعم. يعني قبل ما ينتقل الدير إلى الكنيسة الكلدانية، أي كنيسة كان تابع؟ كنيسة النسطورية. احنا تاريخنا في شمال الموصل، الكل من تعرفين في سنة 300 وكسر لانفصل الباتريارك نسطورس فأصبحوا كلهم نصاطرة. نعم. فاتبعوا ذاك الباتريارك، وهو طبعا قبل ما كان اكو مواصلات، ما كان اكو ذهاب وإياب، فانفصلوا منو ما يعرفون البابا، كانوا يعرفون الباتريارك. باتريارك اسمه نسطورس، فقال احنا انفصلنا من كنيسة بعيدة ونبقى لوحدنا، صاروا نصاطرة. بعدين سنة 1552 الرئيس الدير يوحنا سولاقة ذهب إلى فاتيكان ليأخذ العهدة، يعني يأخذ عهد الإيمان، بعدين إجا قتلوه، يعني هاي مشاكل صارت. المهم انتقل دير الربان هرمز سنة 1714 إلى الكنيسة الكلدانية. مراحل دير الربان هرمز، بنى الربان هرمز مع من نظروا نفسهم في البداية كانوا كلهم رهبان من القوش، فحاولوا أن يبنون دير الكهف هذا، فبنوا كنيسة صغيرة، وكنيسة صغيرة تطورت. فنظروا أهل القوش والقرى القريبة من أهل القوش، نظروا نفسهم أصبحوا رهبان، فبدأوا يبنون هذه الكنيسة. لكن في سنة 1393
هجم تيمورلنك طبعا اللي دخل بغداد كان في طريقة من أواسط آسيا، هجم على دير الرهبان هرمس وقتل جميع الرهبان، جميع الرهبان قتلهم في هذا التيمورلنك. بعدين رجعوا بنوا هذا الدير مرة أخرى، وكانوا الرهبان يبنون ويزيدون في بناء هذا الدير إلى سنة 1508. إجا مملوك تركي اسمه مراد بيك من تركيا، مرلوخ هجم على منطقة مناطق المسيحيين، يعني مناطق المسيحيين في العراق، وكذلك قتل من في الدير وخرب ما كان في الدير. بعد رجعوا بنوا الدير، بنوا الدير مرة أخرى، كذلك الرهبان والقسان ومن من الأغنياء من ساعد في بناء هذا الدير إلى سنة 1743. إجا نادر شاه، هذا كان من الفرس، نادر شاه إجا مرة أخرى قتل الرهبان وحرق الكتب والمزامير والحضرات كلها حضرها، وقتل الأشخاص، حتى دخل القوش قتل من أهالي القوش 342 لو 2، المهم هذه يعني رواية عدد تختلف. كبير، نعم عدد كبير قتلهم، قتلهم من أهل القوش من غير دير الرهبان. نعم. تكررت العملية في سنة 1832 في زمن إجا شخص من راوندوز بوشاية من الكراد اللي حول دير الرهبان هرمس، أنه هم يعني في مشكلة من المشاكل، فإجا اسمه ميري كور، كان شخص أعور سموه كور من كردي أعور يعني أمير راوندوس، وكان أمير راوندوس محمد باشا يسموه ميري كور أمير راوندوس سنة 1832. فمرة أخرى فعل ما فعل بدير الرهبان هرمس، جدد هذا الدير. طبعا بعد رهبان هرمس بقى دير، يعني بهذه الفترة 1832 أعتقد بقى 84 سنة دير خربان ومتروك، إلى أن إجا متروك، إلى أن جاء الراهب جبرائيل دمبو، جاء إلى دير رهبان هرمس بعد أن هدم، بعد أن هدم باعتداء نادر شاه على الدير. هذا الرجل، هذا الراهب هو من مدينة ماردين تركيا، ولد جبرائيل دمبو سنة 1775، دخل الرهبنة وافتتح الدير سنة 1808. كان الدير مغلق 84 سنة، التقى حوله عدد من الرهبان والشبان الذين أرادوا دخول الحياة الرهبانية، فجدد الدير. استشهد جبرائيل دمبو عام 1832 على يد ميري كور. بعد الرئيس جبرائيل دمبو أصبح رئيس الدير حنا شرة من القوش، حتى يعني العفو، جلس على رئاسة الدير سنة 1836 إلى 1839، مرة أخرى من 1840 إلى 1842 حتى استشهد في سجن العمادية بسبب وشايات ضد الدير. فأودع السجن في العمادية، لأن سابقا كانت القوش ودير رهبان هرمس تابع إلى قضاء عمادية. بعده جاء الأنبا، إحنا هو كل رئيس دير يسموه أنبا، الأنبا دميانوس كونديرا من القوش، صار رئيس الدير من سنة 1847 إلى سنة 1858. الأنبا بعده الأنبا عمانوئيل عبدال من أهالي أرموتا السليمانية. أرموتا لحد الآن قرية مسيحية كلدانية باقية في السليمانية، هي يعني مو داخل سليمان وإنها خارج السليماني. بعدها إجا الأنبا إليشاع إسحاق وهو من دهوك. بعده إجا الأنبا بولس جلال الفارسي وهو من أرميا، يعني من أرمي سنة 1875 إلى 1887. بعدين إجا الأب إبراهيم عبو بهنام 1878 إلى 1881. بعدين إجا الأنبا شموئيل جميل من تلكيف من سنة 1881 إلى 1917. الأنبا بطرس إبراهيم من كركوك 1894 إلى 1900. الأنبا موشي إيرميا من أرميا. بعدين أنبا يوسف دادي شوع
من تلكيف من سنة 1921 1945 بعدين حنا هرمس من القوش سنة 1933 1936 وأنا أتذكر رئيس الدير كان الأب روفائيل من تلسقف بعدين صار بالدير يعني صار هو رئيس الدير بعد صار إبراهيم الأب إبراهيم الياس من كركوب والآن بعدين إجا الأب مفيد توما بعدين الآن هو الدكتور الأب سامر سوريشو. نعم. نعم. ما هو شعار الدير دير ربان هرمس أستاذ؟ نعم شعار الدير هو الطاعة والعفة والإيمان الطاعة نعم. والعفة والإيمان. أستاذ العزيز بما نعم. أنه دير السيدة حافظة الزروع هو طريق الذهاب إلى دير ربان هرمس تمام؟ نعم نعم. فإذا كان الدير موجود مع ربان هرمس لماذا أتت الفكرة لبناء دير السيدة؟ يعني كثير من الكتب ألفت في يعني على بناء دير الربان هرمس نعم. ودير السيدة. دير السيدة بني في زمن الباتريارك مار يوسف أودو. هذا الباتريارك كان نشط جدا وكان مخلص ويعني جعل الباتريركية وجعل المسيحيين بوضع أقوى ونقل وكان الباتريارك في الموصل وكان محتك مع الرؤساء هناك وأعتقد أنه السبب في بناء هذا الدير كان أولاً لصعوبة الوصول الحياة تبدلت تغيرت لصعوبة الوصول إلى دير الربان هرمس وثانياً لكثرة الرهبان هناك يعني هسه أنا أعطيك عدد الرهبان في سنة 1940 50 راهب 20 قس 16 رسائلي و26 مبتدئ هذه يعني كثيرة وبعدين أشغال دير الربان هرمس زادت بسبب هذه القرى وبسبب الزراعة الحديثة وبسبب العلاقات اللي حدثت بين استعداد النواحي والقرى والبلدات وبعدين الباتريارك مار يوسف أودو كان نشط في بناء الكنائس والأديرة فبنى كنيسة مار ميخا بنى كنيسة مار قرداغ بنى كنائس في أعتقد في بطنايا في الموصل كنيسة مسكينتا فهذا الدير كان يعني بناء ضخم لأنه دير ربان هرمس كان يمتلك عدد كبير من الأغنام هذه الأغنام تحتاج إلى يعني تحتاج إلى مكان يحفظ فيها يعني حتى الآن في دير السيدة أكو ساحة كبيرة جدا تسمى الزريبة هذه الزريبة كانت تحفظ بها هذه الـ 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 يعني الـ الـ الخرفان نعم يعني هذا أعتقد هو هذا السبب الرئيسي في بناء هو مار يوسف أودو يحب أن يقدم خدمات للمسيحية يعني إذا أذكر لك شوية حادثة خارج عن موضوعنا أنه الباتريارك مار يوسف أودو في زمانه حول 1600 شخص من النسطورية إلى الكاثوليكية أكو حادثة عنا في الموصل يوم اللي هجموا على قرية برزان قرية برزان يعني هذول البرزانين كانوا مسيحيين في ليلة العيد جو الكراد وانتظروا في باب الكنيسة عندما ينتهي القداس قتلوا كل الرجال وسبوا النساء والباتريارك مار يوسف أودو بقى ثلاثة أيام يبارك على ركبتيه يصلي ويبكي يصلي يدخلون عليه ما يقبل أبد يقول ليش شلون راحوا قتلوهم يعني كان إنسان نشط حتى حاول في ملبار أن لأنه الحاضرة للفاتيكان رادت أن تأخذ الملبار تصير تابعة إلى الفاتيكان هو ما قبل وصارت مشاكل بينه وبين الفاتيكان المهم هذه مو موضوعنا نعم تفضلي
طبعا هسه نريد نتعرف على دير السيدة حافظة الزروع، بأي سنة تم بنائها، بزمن من؟ نعم. البنيان بيا طريقة، وأيضا للي زاير هذا الدير يشوف تمثال كبير جميل جدا للعذراء مريم، نريد نعرف قصة هذا التمثال أيضا. نعم، دير السيدة سميه إحنا في القول دير سيدة حافظة الزروع. عنده يوم عيد خاص في القوش، هي القوش كلها تعزل تروح مشي إلى دير السيدة، سمى عيد مريم عذراء، عيد مريم العذراء. يقع دير السيدة على بعد ميل واحد شرق القوش، يشمل ثلاث ساحات. عند مدخل الدير ساحة أولى فيها وتشمل القسم الخاص للضيوف والزوار، وفي مدخله غرفة خاصة للحارس يسمى درقفان، وهو من يعني الحارس هو من الرهبان. فيها غرفة التي تقدم الخدمات للدير، وفي إحدى قاعات البناية الأولى يوجد الآن يوجد فيه متحف أنشأه رئيس الدير أوراه إلياس سنة 1973. وفي الدير سابقا هناك كوة خارج الدير، يعني كوة من الداخل، من غرفة من الدير مفتوحة للخارج. هذه الغرفة كانت دير السيدة يومية يخبزون خبز ويضعوه هناك. إيميل يجي جوعان يجي يأخذ قرصة خبز ويروح، من اليزيدية، من الكراد، من القوشية، أيه كان. هذا يعني إلى وقتنا إحنا، أنا أتذكر أنه هذه في غرفة من الغرف اللي هي واجهتها على الشارع، فيها فتحة، هذه الفتحة يضعون ماعون ويخلون بهذا الماعون خبز يوميا من الصبح للعصر، يخلون خبز مغبوس. وإيميل يجي جوعان، وخاصة اليزيدية كانوا فقراء، يجي للقوش مشي يأخذ له قرصة خبز ويروح. هذا ما قلنا. تتصل بهذه الساحة، يعني ساحة المتحف، ساحة أخرى واسعة هي زرائب الغنم. أما الساحة الوسطية فيها الكنيسة الكبيرة وعدد من القليات أو صوامع الرهبان. فيها غرفتان فيها مكتبة الدير النفيسة. أما الساحة الثالثة فهي مخصصة للرهبان المبتدئين، يعني تعرفين ما معنى الرهبان المبتدئين. نعم. يعني اللي نعم أنشئ الدير في القرن 19 وانتهى بناؤه عام 1858 في زمن الباترياريك مار يوسف أودو. في زمن 1939، بس هاي الحادثة 1939، روى أهالي القوش أن بعض من آبائهم كانوا يلعبون في ساحة التي بني فيها الدير، يعني يتذكرون أنه الدير مكان موجود. واو. دير مكان موجود، نعم. يعني هذولا آبائهم وأجدادهم حكوا، يعني الأبويا حكا، أنا أبويا حكالي، يعني هالشكل. دير السيدة يضم ميتم درس فيه، ميتم للذكور والإناث، لا للذكور. نعم. هذا الميتم يسمى اسمه ميتم مار يوسف البتول. وفيه خمسة من خمسة إلى ثمانية من ال يعني اليتامى. نعم. أستاذ عزيز، من اللي يراعي هذون الأيتام؟ الرهبان؟ نعم الرهبان. هسه راح أذكر لك من اللي ما هذا الرهبان الدير. نعم. أولا دير السيدة فيه القسان والرهبان. أولا القصر وفايل هو رئيس الدير، يعني رئيس دير السيدة. القزجون هو يعني في القوش في دير السيد. الراهب دادي شو في دير السيدة. القزدنحة في دير السيدة. القز سامر صوريشو رئيس العام لأدية الكلدان في العالم، هو الآن مقره في عنكاوة، لأن أكو دير السيدة في عنكاوة. هذا الدير دير الأيتام، خلي قبل ما نذكر له دير الأيتام يسمى دير ماين يوسف البتول. منو مسؤول عليه؟ أخونا سعد، يعني أخونا راهب إنجيلي، يعني راح يرسم، يعني راح يسيم قس. نعم. هو مسؤول الأيتام، ويعيش ويا في هذا الدير الأيتام قس إبراهيم وقس بولس
وقس هرمس، هؤلاء كلهم يعيشون في دير الأيتام، يعني قسم الأيتام. نعم. وعدد الأيتام العفو هو من 8 إلى 10. في دير عنكاوا هناك القس فرنسيس والقس دنح. في إيطاليا في دير ربان هرمس في إيطاليا، يعيش هناك في إيطاليا أبونا يوسف في إيطاليا وأبونا روني في إيطاليا. أكو دير آخر خلي أذكره يعني في القوش، دير الماسيرات، دير القديسة حنة. نعم. هذا دير مال أيتام، يعني فقط مال أيتام. ماسير فيه ماسير وارينا مدير الدير، مديرة الدير، وماسير طيبة. طيبة نعم. هي مساعدة، وعدد البنات اليتامى هم 8. نعم. أستاذ نريد نتعرف على دير ربان هرمس ودير السيدة أكثر وأكثر. هسه دير ربان هرمس صاير مزار ما به رهبان، تمام؟ نعم. ولكن دير السيدة يوجد به رهبان ويوجد به قسان وتقام أعتقد قداديس هناك. نعم. نريد نعرف يعني معلومات أكثر، هل يوجد قداديس نعم. يومية كنيسة الدير أم ماذا؟ نعم. دير الربان هرمس على مر السنين هذه اللي هو متروك، هو مو نعم. متروك يعني ما موجود بأحد، لكن أكو حراس هناك. بعدين كل عيد ربان هرمس العالم تجتمع في دير ربان هرمس ويقام قداس. يمتى عيده؟ عيد الأسبوع الثاني بعد عيد القيامة، يعني يمكن راح يصير هذا الأحد. نعم. الأحد والاثنين الجاي يصير عيد ربان هرمس، فيقيمون قداس هناك، وقداس قداسين هذه يعني الموجود هسه في الوقت الحاضر، لكن قبل كان في كنيسة، كان في ربان، كان في قسان يقيمون القداس. طبعا الناس هسه تصعد يوميا، الشارع مفتوح وأبواب دير ربان هرمس مفتوحة، يذهبون زوار ويعني أكو صناديق يضعون النذور فيها، يعني الإنسان ينذر مبلغ معين فيخلوه هناك، ويومية مفتوح ويومية يزورون مو بس من أهل القوش، من كل المناطق حتى الإسلام يأتون يزورون دير الربان هرمس. هذا دير الربان. دير السيدة يوميا يقام قداديس، كل قس موجود يعيش في هذا الدير يوميا يسوي قداس، وكل يوم أحد يسوون قداس كبير نسميه إحنا راز رابع، فيحضروا من أهالي القوش، لأنه صارت قريبة القوش على دير كبرت. ربان هرمس كلش نعم. قريبة جدا، يعني مشي أكو بيوت قريبة إلى الدير دير ربان هرمس في هالبناء الجديد. فيوميا قداس ويعملون الرهبان ويستقبلون الناس ويستقبلون المسؤولين. نعم. وعندهم إدارة خاصة للأراضي الزراعية وللقرى التابعة للدير، وهناك شخص كان سابقا هو المسؤول عن الزراعة، زراعة أراضي الدير، وهو المرحوم جرجيس بولا، والآن أولاد أخوهم المسؤولين عن زراعة، يعني هم ينظمون زراعة أراضي الدير دير السيدة، وهو بالأساس دير ربان هرمس. نعم. حسب علمي أستاذ مسعود شيرة أو يوم احتفال دير السيدة حافظة الزروع هو يوم 15/5. 15/5. نعم. فنتمنى تنطينا هذا الاحتفال شلون يتم. الشيرة نعم. شيرة أهل بلدة القوش، هل نعم. هو فقط لأبناء هذه البلدة أم لجميع البلدات يشتركون سوية بالاحتفال؟ نعم. نعم. يوم 15/5. نعم. يعني يوميا من الصبح الناس، طبعا هو عيد رسمي بالكنيسة، يقيمون قداس ويقولون اليوم أكبر يوم بالنسبة لناحية القوش، هو عيد مريم، انتقال مريم، الانتقال ما أعرف، عيد مريم العذراء. نعم. أخاف أغلط أقول عيد مريم العذراء حافظة الزروع. فالكل بعد الساعة 9 صباحا بالعاشرة يذهبون مشيا إلى دير السيدة، وهناك يعني ساعة معينة يخصصوها لأن يقيمون القداس الإلهي الكبير. فأهالي القوش 100% كلهم يروحون
هذا القداس. وأكيد هسه بسبب وسائط النقل السهلة تأتي من تلسقف، أكثر ناس يحضرون هذا العيد هم من تلسقف ويأتون من بطنايا، فيجتمعون طبعا يسمعون القداس. بعد ما ينتهي القداس في دير السيدة هذا يوم 15/5 في زياح نسميه احنا زياحة، فيخرج الرئيس الدير في مقدمتهم بملابسه اللي سوى القداس والشما والرهبان والقسان والشماسين وراء والأهالي يعني والناس اللي حضروا القداس يخرجون من باب دير السيدة الخارجي ويفترون دائر مدائر الدير قد مساحة الدير. نعم. يخرجون من جهة الشمال ويأتون يفترون إلى جهة الجنوب ويأتون الآن هذا قبل كان يدخلون إلى الدير ويدخل إلى الكنيسة وينتهي، الآن من يخرجون من الدير يأخذون على اليمين ويفترون دائر مدائر يأتون إلى تمثال مريم العذراء. هذا التمثال طبعا اكو ساحة أمام الدير وساحة واسعة جدا، فتمثال مريم العذراء اللي حاطيه هناك مسوينا مكان يعني مرتفع وحاطيه، هذا التمثال خلينا نكمله، هذا التمثال جلب من إيطاليا، اللي جلبه هو على حسابه يعني سوى على حسابه هو السيد مرحوم كمال جلو وأحضره إلى القوش بسيارة تريلا مع سائق ذاكر جلو ونصب في الفسحة الموجودة أمام دير السيدة. هذا يعني هسه صار جزء يعني معلم من معالم دير السيدة. فالآن من يخرج الزياح يعني يفتر دائر مدائر الدير ويأتي إلى أمام التمثال طبعا بألحان وبأناشيد وبتراتيل وصلوات قدام التمثال وينتهي الزياح هناك. نعم. أستاذ مسعود، لماذا سمي هذا الدير بدير السيدة حافظة الزروع؟ لماذا بالتحديد حافظة الزروع؟ نعم، حافظة الزروع يعني لامتلاك هذا الدير الأراضي الواسعة الزراعية والقوش، لأنه دير السيدة ودير ربان هرمس لولا القوش موجودة لما كانوا هذين الديرين، وأراضي زراعية ما للقوش يعني تتجاوز 15,000 دونم وأراضي الدير 4,000 أو 3,500. فهذا الدير سموه دير مريم العذراء حافظة هذه الزروع، فسمي دير السيدة مريم العذراء حافظة الزروع. نعم. هل يوجد مثلا مخطوطات قديمة للرهبان اللي كانوا مثلا ذاك الوقت يكتبون أشياء صلوات تأملات أو أشياء تاريخية حدثت، هل موجودة هل أشياء في مكتبة معينة تم خزنها لأنه هو هذا تراث بحد ذاته؟ نعم. وين موجود؟ مكتبة، نعم، مكتبة دير السيدة ومكتبة دير ربان هرمس أولا من سنة 63. نعم. دير ربان هرمس يمتلك مخطوطات لا يملكها أحد في العالم، كلها مخطوطات كلدانية مكتوبة بخط اليد. نعم. هذه المخطوطات الضخمة والمخطوطات النفيسة جدا، فيها صلوات وفيها تراتيل وفيها علوم، حتى علوم الفلك، علوم الفيزياء، الصحة، استخدام النباتات في الطوب، هذه كلها نقلت إلى دير السيدة. بعدين هذه دير السيدة نقلت هذه المخطوطات والنفائس هذه كلها نقلت إلى دير في بغداد. نعم. هسه مرلو هذه المخطوطات نقلت إلى أربيل إلى عنكاوة إلى دير السيدة في عنكاوة. فيه مكتبة يعني في دير السيدة لحد الآن أكو مكتبة وفيها مخطوطات، هذه المخطوطات هي نفيسة جدا مثل ما قلت. وفي دير السيدة هناك متحف. أنا ذكرت بس متحف، لكن الداخل على المتحف يعني يشاهد فيه قضايا أثرية مع استخدامات الرهبان منذ بناء دير الربان هرمس ولحد الآن، أي شيء باقي من أدوات يعني أدوات الزراعة والصناعة والطبخ والآثار والصور
وقضايا الهدايا اللي كانوا يهدوها من سفراء دول العالم اللي كانوا يجون يزورون دير الربان هرمز، كلها منقولة موضوعة في هذا المتحف، وهو في الفناء الأول على يمين الفناء. هذا هنا متحف دير ربان هرمز، مثل ما ذكرت، لأسسه ونظمه ورتبه الأب إبراهيم إلياس من كركوك. أستاذ الكريم، الكثير من الأديرة بها بعض الغرف تخصص للزائرين، يعني يريدون يبقون بالدير فت أسبوع، فهل يوجد هذا الأمر أيضا في دير السيدة حافظة الزروع؟ نعم. أولا في دير السيدة، أول ما ندخل في باب دير السيدة، الفناء الأول دائر مدائر غرف، هذه كلها للزوار. نعم. كلها للزوار، ودائما وعلى طول يعني يحجزون، أكو قسم يعني يتون فجائي وينطوهم غرفة كل شيء بها، خاصة هسه بالفترات الأخيرة، بها ثلاجة، بها فرن، بها مكان مالهم، كل شيء متوفر بها. هسه بنوا دير آخر أو ملحق يسموه بصف الدير، متكون من 83 غرفة. نعم. 83 غرفة، هذه الغرف هي مثل ما موجودة في شيء يسموها هنا بالشقق السياحية. نعم. موجودة هناك، واللي يجي من الزائرين أو من الخطار الآن يتحول ينام هناك بهذا القطاع من الدير. نعم، شكرا جزيلا. نعم. أستاذ مسعود صنع من ميشيغان الولايات المتحدة الأمريكية، كلمة لجمهور قناة القيامة، وأكيد احنا نوعد جمهورنا يكون عندنا جزء رابع عن بلدة القوش، حنتكلم بها على عشائر القوش وأيضا على أمور وعوائل. أخرى وعوائل، عشائر وعوائل. نعم، اتفضل أستاذ مسعود. نعم، أولا أشكر مشاهدي قناة القيامة، وأني يعني هذا مو مبالغة، لكن اللي حسيت أنه كثيرين خاصة من ميشيغان يشاهدون هذه القناة، فأشكرهم على حسن مشاهدتهم لهذه الحلقة، وأشكر مرة أخرى قناة القيامة والإعلامية السيد جنان والأخ المخرج داني عسكر، وأشكركم جميعا وشكرا. شكرا جزيلا أستاذي العزيز. متابعينا الكرام، شكرا لحسن المتابعة. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس مع جميعكم. سنكون معكم الأسبوع القادم وحلقة جديدة أخرى من برنامج فتمثلوا بإيمانهم.